بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زملائي أعضاء منصة أريد للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية المحترمون، بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس منصة أريد للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية في العام 2016 التي انطلقت من جامعة ملايا بمدينة كوالالمبور في مملكة ماليزيا، ونتقدم لهم بأجمل التهاني وأطيب التمنيات، متمنين لهم دوام التقدم والنجاح. وفي هذا اليوم الأغر نحتفل بثمان سنوات من الإلهام والتعلم والتقدم، حيث تمثل منصتنا بوابة المعرفة والتواصل العلمي والتفاعل بين أفضل العقول في أمتنا العربية والعابرة للحدود والقارات. وقد وفرت منصة أريد بيئة مثالية لتبادل المعرفة والتعاون والتواصل بين مجتمع الباحثين باللغة العربية، تشابه المجتمعات العالمية التي تعتمد اللغة الإنجليزية في منصاتها، مثل ريسيرش جيت وأكاديميا ولينكدين وأركيد. ولا بد من الإشارة إلى منصة تريد ومن أولوياتها تعزيز البحث العلمي ونقل المعرفة في مجالات متعددة من خلال تحسين جودة الأبحاث العلمية وتوفير أوعية النشر العلمي وإنشاء مجلات علمية دولية محكمة تحقق ظهور الأبحاث العلمية المنشورة فيها وباحثيها في محركات البحث المتقدمة، وتعمل بإدارة علماء مميزين من الشخصيات العلمية العربية والدولية في مجال التخصص، يشاركهم فريق عمل من أبرز العلماء المتخصصين الذين يشكلون هيئات التحرير وفريق الترجمة وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية الدولية لكل مجلة، ووضعت مسوغات النشر فيها الموازية لمتطلبات النشر في المجلات العالمية ضمن مستوعبات سكوبس وغيرها. تهانينا لهذه المنصة والقائمين عليها التي تعمل بجد وهمة عالية على تطوير نظام البحث العلمي للباحثين الناطقين باللغة العربية، واستطاعت إزالة التهميش عنهم ومواكبة التقدم التكنولوجي والاستفادة منه لصالح المجتمع العربي. وعلى الرغم مما تحقق خلال هذه السنوات، إلا أنه يحدون الأمل بمستقبل أفضل لمواصلة التطور والتقدم العلمي وتقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية لباحثينا الأعزاء. أبارك للمدير التأسيسي المؤسس لمنصة تريد الأخ العزيز الدكتور سيف يوسف السويدي، وتحية وتقدير إلى جميع العاملين في المنصة وإلى أصحاب العقول النيرة الذين سخروا وقتهم وطاقاتهم وقدموا عطاء علميا، والشكر لقادة العلوم والتربية وهم أعمدة المنصة الذين لم يألوا جهدا في تقديم الأفكار المبدعة وضربوا أروع الأمثال في العمل التطوعي ونقل خبراتهم إلى زملائهم الباحثين الذين حولوا هذا المشروع إلى واقع حقيقي يحمل العنفوان والتقدم العلمي والإنجازات العملية. وفي الختام نتطلع إلى المزيد من التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في تبادل الخبرات والتكامل والتنسيق لتحقيق النجاحات في السنوات القادمة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.